هات الشنطة وانا بسلم. هات الشنطة، معلش، جايب ايه؟ ايه اللي ملفوف جوه ده؟ حاجة بسيطة يعني، اتأخرت ليه؟ الطريق بقى وكده. طريق. طب خش خش يلا ما عاملة ايه؟ خش. انت يعني لازم تيجي قبل المغرب؟ مفيش، طب هعمل ايه طيب؟ ما انت عارف رمضان بقى والدنيا زحمة جوعتنا يعني، وانا ميتة من الجوع اصلا. ميدة من جوع؟ اه باين. ماله الاكل لا مش ما فيش، عاجبك؟ لا نعمة ربنا. طيب تمرية، تمرية؟ عايز ايه؟ عايز الاتنين، واحدة ليك واحدة لي. لا عادي، ما فيش حاجة. طيب وقعت على وقعت. عينك فيها كمان. بهزر بهزر. اتأخرت ليه؟ ابويا كان زهقان ومتضايق، بيبقى جعان ومش مستحمل. معلش، طب هاني مفيش شوية مية مع التمر يعني؟ المية قطع. مية كل قطعة. كل انت مكسوف. كل. لا مش مكسوف ولا حاجة، بسم الله ما شاء الله. انا شايف الاكل كتير والخير كتير الحمد لله. انا اللي سلق البيض، هو فين البيت؟ انت مش شايف؟ هو بصراحة انا شايف نص بيضة واحدة يعني، ما هاي بيضة ليا انا وانت. بيضة واحدة لي انا وانتي. ايوه اهو. لا ما انا شايف، انا شايف، طيب انا بس بستغرب يعني. انا اللي سلق البيض، لا كتر خيرك، كتر خيرك والله. هلا اقول له صحيح. نعم، الشنطة اللي انت جايبها دي جايب فيها ايه؟ الشنطة، بقيت جايب لي هدية. الشنطة يعني. والله يعني انا كنت جايب فيها حاجة كده بس، هاخدها معايا وانا ماشي. حاجة ايه؟ مش دي هدية ليا؟ لا هي كانت المفروض يعني، قصدي يعني كانت ايوه بتاعت مين؟ بتاعتي. المهم المهم ما تقولش لابويا عشان ينصص معايا فيها. هو في اتصلوا معاك في يلا ايه؟ افطر افطر. عايش كل. طب انت خدت النص التاني عندك؟ طيب بعدين يعني ده نص. يعني انت جاي متأخر وانا بقولك انا جعانة، مش هين عليك حتى تديني؟ هات حتة جبنة رومي كمان. يلا كل. اكل ايه يعني؟ طب النص دوت انا هعمله جبنه رومي ولا هعمله حته جبنه نستون ولا نص بيضه؟ انا ايه عندك حق. كل. لا كتر خير. طب اعملها لي سندوتش بقى بالمره، لا كلها انت بقى، اكل هنا. قطمة كده وقطمة كده. يلا مش هتاكل؟ لا هاكل بس يعني شوية كده على ما المعدة تشتغل يعني وكده، اصل التمرية بصراحة اللي انا اكلتها ما هي ملت بطني. ده بركة ابويا اللي جايبها. يا بتهزر؟ ربنا يكرمه، ربنا يكرمه، ربنا يكرمك يا حاج. مش هتاكل؟ لا هاكل، هاكل. مش هحول طول النهار واقفة على رجلي في المطبخ بعمل لك الأكل. الاكل اللي بتعمله طول النهار في المطبخ؟ بس سرقت البيضة؟ اه لا وبعدين أنا بسلق، سرقت النهاردة 5 بيضات. ليه ده، انت 4 بس. اه صحيح، انت عامل حسابي في بيض. ظالمني. براحتك، ده شكلك أصلا كنت فاطر. أكل لنا. أنت عندك أكل إيه النهاردة؟ شكلك جايب لي صينية حاجة كده في البتاع دهيت والشنطة دهيت. الشنطة دي أنا هاخدها معايا وأنا ماشي. إيه؟ في إيه؟ بالراحة عليا، مش قصدي يعني، إيه؟ دي حاجة أنا كنت شاريها. هو الشنطة اتصدرت. هم خد
تاخد حتة جبنة. طب ده اللقمة فاضية. المهم انت حددت الفرح امتى؟ خلينا بس في المهم اللي هو اللي انا جعان دلوقتي خلصت وصايم الشقة عايز اكل. بتقعد بقى تضيع في الوقت انت. خد حتة. ايه دي؟ خلي يا بنتي عبيه، هو اصلا مش جعان ده شكله فاطر. ما بتاكلش ليه؟ انا كلت ده حر. كلت الحمد لله كلت. مامتك عامله ايه؟ كويس السلام امان. السلام امانه من الحاج. تاكل؟ تاكلش ليه؟ نعم انا اكلت الحمد لله. الحمد لله انا اكلت وشبعت. طب هنخش امتى الفرح؟ الفرح؟ مش متفقين ان هو كمان سنة لسه؟ ايه؟ اللي ايه؟ مش ده كان اتفاقي مع ابوكي؟ لا خلص الشقة بسرعة ما ينفعش الكلام ده. لا شقة ايه بقى كل سنة وانت طيبة؟ مال؟ ولعت. يا ساتر يا رب وايه اللي جابك؟ طب مش تفهم اللي حصل. طيب ايه اللي حصل؟ اتحسدت. كله من عمتك القرارة. ما تاكل. لا انا كلت كلت. تشرب شاي؟ اه ماشي نشرب شاي. ما هي المية قطع نسيت اقول. مش هعرف اعمل لك شاي دلوقتي. ماشي. مهم خلينا في موضوع الشقة. جاي ليه لما الشقة ولعت؟ كنت انا اصلا وافقت عليك عشان الشقة. الشقة اتحسدت كله من قرايبك. ما على فكرة محدش داخل الشقة اساسا. ما فاكرة انت اخر مرة لما كنتوا جيتوا عشان تتفرجوا على الشقة؟ اه لما كنت جيت انت وانتي وابوكي وامك واختك واتفرجتوا على الشقة. ايوه وقعدتوا تتفرجوا عليها في الاوض وقعدتوا تبصوا وتتفرجوا عليها واتفرجتوا عليها كتير. اه كان جميل. اه فاكره انت اليوم ده؟ اه فاكر. فاكره يعني؟ اه هو ما حدش دخل الشقه اصلا تاني بعد ما انتوا مشيتوا. بس ايه بقى اللي حصل؟ ما ولعت بقى. وجيت ليه؟ هنتجوز فين يعني؟ اوعى تقول لي هقعد مع عمك في الشقه. لا 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 مش هتقعدي مع عمي في الشقه خالص. لما ناقصة بتقول حاجة؟ لا يا حبيبتي ما بقولش. ف على فكرة انت خلصت الأكل كله. بقول لك جعانة وهفتانة طول النهار واقفة في المطبخ بعمل الأكل. ده أنا شكلي لما هتجوزك مش هتقدر تعبي. أنا؟ بنوز. خلي يا بنتي عبيه مثلث جبنه اهو ما هوش عاو. كل كل عبير دي قاعده معاكم في البيت على فكره طول اليوم. انا اللي هاخد بعض وامشي كمان شويه. احنا ناس صايمين انت مش جعان اعمل لك انت حاضر. وانا فاطر يعني وانا فاطر يعني مثلا. ما هو انت خلصت الطبق اللي قدامك اهو. طب اعمل ايه والله ما مديت ايدي في حاجه يعني. ده بدل ما اجي الاقي لحمه فراخ ايه في ايه؟ وانا قلت حاجه حرام. انت بتتامر على الاكل اللي انا عاملاه؟ لا ما بتامرش ولا حاجه. النهارده كام يوم رمضان؟ النهارده اليوم اللي كاه ما عرفت. 4 رمضان. اه حلو. اول كلت ايه؟ ايه اول امبارح كلت ايه؟ امي الحمد لله كانت عامله صينيه مكرونه بشاميل وبتاع. واول كلت ايه تاني يوم رمضان؟ كلت ايه مش فاكر. اكلت ايه؟ ده ماله مال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ماشي ما احنا بقى زهقانين من اللحمه والفراخ هنعمل ايه؟ يعني زهقت من اللحمه والفراخ على حظي انا يعني اليوم اللي انا جاي فيه زهقت فيه من اللحمه والفراخ؟ احنا بكره ان شاء الله هنعمل لحمه. طب كنت تعزموني بكره. انت يومك بتيجي يوم الجمعه. طب ما كنت ما علينا. المهم يعني ان انا جاي النهارده مش عشان الاكل يعني.
وانا جاي عشان هتكلم مع ابوك في حاجه، في موضوع كده. موضوع ايه؟ ان احنا هنأجل بس الجوازه شويه. جوازه اللي هنأجلها؟ هو جوازه وانت داخل طالع علينا كده، واكل وشرب ورايح جاي وداخل طالع، في الاخر نأجلها؟ ما انا بقول لك الشقه ولعت. نقعد مع امك، امك تروح تقعد مع اختك. لا مش هينفع. مش هينفع. امال ايه؟ على فكره انا جاي اتكلم مع ابوكي في الموضوع ده، مش معاك انت. ارحمي الاكل شويه. جعانه جعانه، حرام عليك كنت صايمه. ماشي، انا اللي فاطر. فالشقه بس هتاخد لها شويه كده بس على ما اعرف اظبطها تاني وبتاع وودينا من جديد. بقى خلينا نشرب لنا كوبايتين شاي، واحد دماغه خرفت خالص. تقولي ايه؟ تقولي ايه؟ باكل جعان، اعمل ايه؟ طيب ابويا بيفطر وينام، لو كده بقى اكلمه في التليفون بقى. انا عايز اعرف، انتوا وافقتوا عليا ليه؟ وافقتوا عليا ليه؟ عشان الشقه طبعا. الشقه قلت؟ عشان الشقه. لا امال ايه؟ انا عايز اشرب، بروح اشتري لي ازازه ميه، ميه قطع. اشتري لها ازازه ميه. شكلك بخيل. انا اللي بخيل؟ انا لا لا، مفيش حاجه. المهم هو الموضوع بس هيتاجل يا دوبك شهرين بس وخلاص، يعني بدل ما هتبقى سنه يبقوا سنه وشهرين. ماشي، على ما اظبط الشقه تاني وادهنها من جديد، يعني احمد ربنا انها ما مولعتش بعد ما تجيبوا الحاجه بتاعتكم. يا ساتر يا رب على فالك. انتوا السبب. بتقول حاجه؟ لا يا حبيبتي، ما بقولش حاجه. ما بقولش حاجه خالص. انا بقول لك الشقه ولا بعد ما تجيبوا شغل السكه. شغل ايه؟ رايح شغلك امتى؟ لا انا اجازه بكره. انا المفروض كنت جاي عامل حساب ان انا هفطر واتسحر معاكم النهارده. ايه؟ احنا اصلا ما بنتسحرش. كده بتناموا؟ ايوه ما بنسحرش. هي بلحيه بس اللي بناكل، والعلم يا ابويا جايب البلح على قدنا. نديتك بلحيه النهارده، خدتها بس من حقي. بلاش تبذير بقى. عايز اشرب كوبايه شاي. في ايه؟ لا مفيش حاجة. ده ورقة انت مش كلت. بسم الله ما شاء الله، الورقة اتلحست. لحست الورقة كلها. بتقول حاجة؟ لا قولش. انت جايب ايه في العلبة؟ العلبة ما فيهاش حاجة، فاضية. حاسة ان فيها صينية كنافة كده بالسمنة، وهخش اكلها في الاوضه لوحدي. انت بتقول ايه؟ ما بقولش يا رب يعني يعني ان انا اصوم رمضان كله وما افطرش في يوم. ماشي. بصي، المهم هتعزمونا عندكم امتى على الفطار؟ مش اسكتي، مش امي تعبانه ما بتعرفش تعمل اكل، مش قادر، يا دوبك بتاكلنا انا واخواتي بالعافيه. نهار اسود، وانا اللي كنت عامله حساب ان هنفطر هناك. هو في ايه؟ ايه مالك؟ مش قاعد على بعض؟ بطني وجعاني، عايز ارجع. طب خلاص روح بقى، هترجع هنا وتقرفنا؟ احنا لسه فاطرين يعني. حتى طب كوبايه فنجان قهوه. طيب ما بقولك الميه قطع، وبعدين ابويا ساكك على البن. ساكك على البن؟ ايوه. ليه؟ هو كده، احنا عندنا نظام. عندكم نظام؟ انتوا عندكم سيستم كده في البخل. ايه؟ سيستم كده في ال انت مش عارف القهوة ديت فيها املاح وفيها حصوات، بترصب حصوات على الكلى، يعني خطر. قهوة ايه اللي فيها املاح؟
ايوه فيه، ابويا قال كده. تقدر تتكلم؟ اتكلمش اتكلم اقول ايه؟ ربنا يبارك له. يا رب ويبارك لك. طيب هقوم امشي انا بقى. مع السلامة. يلا. هي الشنطة فين؟ ايه اللي انا كنت جايبها معايا دي؟ الشنطة؟ خلاص اتصدرت. شنطة ايه؟ اللي فيها حاجات بتاعتي انا. لا لا خلاص. هو شنطة في ايه؟ ايه؟ طب بصي، انت عايز تجيلي بايدك فاضية؟ انت مش كلت وشربت؟ ما شربتش صراحة، مية قطع. كلت ايه؟ فين اللي انا مش كلته ده؟ كلت طبقك اهو جبنة. ورقتك دي مش ورقة اهي. اه يابا كال كال كال، ما تقلقش. الله يبارك لك يا عمي، الله يبارك لك، بيت عز وبيت كرم بصراحة. مش كنت ماشي؟ اه بس عايز قبل ما امشي بس هقول لك كلمتين اتنين. انا مش مكمل في الجواز ده، وانتوا عيلة واطية. احنا عيلة واطية؟ ايوه عيلة واطية. خد تعال. مع السلامة. فين الشنطة بتاعتي؟ مفيش شنط. فين الشنطة؟ انا هولع فيكوا. مفيش شنط قلتلك.